الممثلة اللبنانية سارة أبي الكنعان، بنرحب فيك بالإمارات نيوز وألف مبروك مشاركتك، يعني نورتينا بالإيمي أول. مرسي مرسي، هذا شرف لي أن أكون موجودة هون بالإمارات أول شيء، وبالبروجكت اللي عملته بيراميديا اللي هو يعني الانترناشنال إيمي أوردز. طيب هلا عم تصوري انت شيء بدبي؟ خبرتيني قبل شوي باخذ المعلومه. صح، عم صور ثلاثيه مع مدرسه الحب. بوجه لهم تحيه كثير كبيره، فمبسوطه فرد مره انه انا هون كرمال شغلتين مش كرمال شغله واحده، وبين دبي وابو ظبي على الطرقات الحمد لله. شو دورك بمدرسه الحب ومع مين؟ دوري كتير مهضوم، دور أول مرة بلعبه، وكمان صار لي الحظ أني أوقف بوجه الشخص اللي أنا كتير 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 بحبه الكبير الأستاذ فاروق الفيشاوي، فكتير مبسوطة. هيدي نيو اكسبيرينس، تحدي كتير جديد لألي أني أقدر أوقف بوجهه، ودور كتير مهضوم كتير سلس. هو دور بطولي لألك؟ أنه أنا ما بحب كلمة بطولة، بس أنه مساحته كتير كبيرة، هو بين أنا وبين أنا والأستاذ فاروق، يعني القصة بتدور حوالينا. معكم نجمة أخرى فنانة؟ معنا كتير ممثلين ومعنا كتير نجوم، ما في شيء اسمه يعني ما في شيء اسمه هيدا نجم أو هيدا، لا كل عم بيمثلوا نجوم وكتر خيرهم وأدوارهم مساحاتهم كتير كبيرة ومبسوطين. يمكن الوقت بعد مش هلا وقتها، يمكن بعد الوقت مش مناسب. أنا مبسوطة باللي عم بعمله باللي عملته so far. كتر خير الله، مش ضروري الواحد ياخد بطولة مطلقة كرمال يثبت حاله، أنا مثبتة حالي كتر خير الله، الناس بتعرفني وعم بعمل واجباتي، ويمكن بعد ما صار وقتها، يمكن مش من نصيبي اني بلش بالبطوله المطلقه هون، يمكن عندي غير بروجكتس عم حضر لهم، يعني يمكن مع الوقت. هل بتحسي بالعالم التمثيل او الدراما او هيدي الاعمال في مصالح مشتركة أو بيبدوا ناس على ناس؟ يعني هلأ أنت مثلا خريجة معهد تمثيل. أنا خريجة صيدلة وعلوم مخبرية بلبنان، بس رحت درست بأمريكا تمثيل. عم نشوف يعني مثلا ملكة الجمال بيدخلوا عم بياخدوا البطولة، أما عندك ممثلات يمكن عندهم تاريخ أو كذا شوي، يعني هون لعبة جمال هي أكتر عم بتكون أو التركيز أكتر عليها؟ ما خاص، إذا 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 هن نسوين حلوين وأخلاقهم حلوين وهيك ليش لا، مش غلط طالما في عندهم التالنت والناس عم بتحبهم، مش غلط وين مشكل، ويفوتوا ياخدوا أدوار، وإذا أخدوها بجدارة وبيستهلوها مثل كتير هلأ عم بيطلعوا ويبرزوا بيستهلوها، عم ياخدوها بجدارة والناس عم بتحبهم، ليش لا. الأعمال الأخيرة اللي أنت اشتركت فيها أي عمل هيك حسيتي حالك في أو حسيتي يعني أنصفك هذا الدور؟ شقيقتان إيجل فيلمز كان آخر هلأ عمل نعرض لألي، طبعاً كل هالسنة كنت عم صور عمل تاني مع إيجل فيلمز اللي هو ثورة الفلاحين اللي هو لازم ينعرض مبدئياً بالسنة الجديدة إن الله راد. طب شو في أعمال شيء جديد لشهر رمضان بلشتوا تحضير ولا بعد؟ في ممكن أنت تشاركي مع عابد فهد ونادين جام؟ لا ما صار في حكي بهذا الموضوع ابدا، هلا ما في حكي بخصوص رمضان ابدا، كمان عم صور هلا ثلاثيه و ناطره. كل التوفيق. ميرسي. الامارات نيوز، من الامارات الى العالم.